أود أن أقوم بمراجعة سريعة حول متوسطات المثلثات، وأيضا أعرض خاصية مميزة لهم والتي ستستخدم أعتقد في مساء المستقبلية. إذا دعوني أرسم مثلث عشوائي هنا، أعتقد هذا جيد كفاية. الآن متوسط المثلث، وسنرى أن المثلث لديه ثلاثة منهم، هو عبارة عن خط يربط الرأس في المثلث ونقطة المنتصف للضلع المقابل. إذا نقطة المنتصف للضلع المقابل تقع هنا، هذا الطول يساوي هذا الطول، إذا هذا هو المتوسط. هذا جيد، وبالطبع لدينا ثلاثة رؤوس، إذا سيكون لدينا ثلاث متوسطات. إذا بدأنا من هذا الرأس سنتجه لنقطة المنتصف للضلع المقابل وتقع هنا. إذا هذا الخط الأزرق هنا هو متوسط آخر، ليس خط مستقيم تماما، لكن أعتقد وصلتكم الفكرة، ويمكنني أن أفعله أيضا من هذه النقطة هنا. نرسم خط من هذا الرأس إلى نقطة المنتصف للضلع المقابل لنرى نقطة المنتصف للضلع المقابل هنا، ونرسم خط. كل من هذه يمكنني رسم خط أكثر استقامة، نرسمه هكذا، المهم أن توصل الفكرة. هذه جميعها هي متوسطات المثلث. وماذا عن المتوسطات؟ إن جميع المتوسطات الثلاثة دائما تتقاطع في نقطة واحدة، وهذا بحد ذاته خاصية مميزة. هذه النقطة التي يتقاطع عندها تسمى النقطة المركزية، تسمى سنترويد. وإذا كان هذا مثلث حقيقي، لنقل مصنوع من الحديد، وإذا أردت أن ترميه أو قبل رميه، النقطة المركزية ستكون مركز الكتلة. لنقل أن هذا مثلث حديدي، لنقل أن هذا المثلث هنا حديدي، ونقطته المركزية تقع هنا، بالتالي سيكون مركز كتلة هذا المثلث الحديدي هي حيث تكون النقطة المركزية له، على فرض أن له كثافة منتظمة. إذا قمت برمي هذا المثلث الحديدي فسوف يدور حول هذه النقطة، طبعا على فرض أن لديه حركة دورانية، إذا سوف يدور حول هذه النقطة المركزية. ولكن على أي حال ليس هدفنا أن نركز على الفيزياء ورمي مثلث حديدي، ولكن أهدف هنا أن أريكم خاصية مميزة للمتوسطات، والخاصية هي أن المسافة من إذا اخترت أي متوسط، المسافة من النقطة المركزية إلى نقطة المنتصف للضلع المقابل، فإن هذه المسافة ستكون نصف هذه المسافة. فإذا كانت هذه المسافة هي A، فإن هذه المسافة هنا ستكون 2A. أو طريقة أخرى لنفكر في هذا، هذه المسافة تساوي ثلثين من طول المتوسط كله، وهذه المسافة هي ثلث من طول الكلي للمتوسط. ولنثبته لأنفسنا حتى لا نأخذ الأمور هنا كمسلمات، ولفعل ذلك سأقوم برسم مثلث عشوائي. سأرسم مثلث ببعدين أو ربما بثلاثة أبعاد، وهذا سيجعل الرياضيات أو على الأقل في عقلي سيجعل الرياضيات أسهل. بشكل عام عندما تأخذ A وكلما كان لديك N من الأبعاد وأوجدته في ثلاثة أبعاد، سيجعل الرياضيات أكثر سهولة. في الحقيقة مسائل الأسطح الثلاثية قمنا بها في أربعة أبعاد، لأن ذلك يجعل الرياضيات أسهل، يبدو من الصعب تخيل ذلك. إذا لنقل أن لدينا مثلث عشوائي، ولنقل أن لديه ثلاث رؤوس هنا وهنا وهناك، وأنا لا أضع أي افتراضات حول المثلث، لا أقول أنه متساوي الساقين أو الأضلاع أو أي شيء، هو فقط مثلث عشوائي. ولنقل أن إحداثياته، أن الإحداثي هنا
لنقل أن هذا محور X وهذا محور Y وهذا محور Z، وأعلم أن البعض يمكن أن يبدل الأماكن بين المحاور وهذا لا يشكل فرق. إذن هذا الإحداثي هنا A صفر صفر على محور X، ولنسمي هذا الإحداثي صفر B صفر، ولنسمي هذا الإحداثي في الأعلى صفر صفر C. فإذا وصلت هذه النقاط سيكون لديك مثلث، سيتكون لديك مثلث كهذا، مثلث كهذا. الآن النقطة المركزية للمثلث خاصة في مستوى ثلاثي الأبعاد، النقطة المركزية للمثلث ستكون معدل إحداثيات النقطة المركزية، ستكون معدل إحداثيات نقاط الرؤوس. إذن هذا الإحداثي هنا سوف يكون، إذن لإحداثيات X لدينا 0 زائد 0 زائد A، إذن لدينا ثلاثة إحداثيات مجموعها A ثم نقسم على ثلاثة، إنها A على ثلاثة. أما الإحداثيات لواي فلدينا 0 زائد 0 زائد B ومجموعهم B، ومعدلهم سيكون B على ثلاثة. ثم نفعل نفس الشيء لإحداثيات Z، والمعدل هنا سوف يكون C على ثلاثة، ولن أقوم بإثباتها هنا، يمكنكم فعل ذلك بأنفسكم، ولكن هذا سوف يكون المعدل. أنه إذا عرفت ما هذا الخط وهذا وهذا الخط، النقطة المركزية هذه أو مركز كتلة هذا المثلث إذا كان لديه كتلة هي فقط المعدل لهذه الإحداثيات. الآن ما نريد فعله هو استخدام هذه المعلومات، دعونا فقط نستخدم هذه الإحداثيات هنا ونقوم بالمقارنة باستخدام صيغة المسافة. دعونا نقارن هذه المسافة هنا في الأعلى باللون البرتقالي مع هذه المسافة هنا في الأسفل باللون الأصفر. وتذكر أن هذه النقطة الموجودة هنا هي هذا هو المتوسط للضلع السفلي هنا، فنقطة المنتصف ستكون معدل هاتان النقطتان. فإحداثي الX هو 0 زائد A على 2 سيكون A على 2، وY هو 0 زائد B على 2، إذن B على 2، وليس هناك إحداثي Z، إذن سيكون 0. 0 زائد 0 على 2 يساوي 0. إذن أصبحنا نعلم إحداثيات هذه النقطة وهذه وهذه. إذن يمكننا حساب المسافة الصفراء ويمكننا حساب المسافة البرتقالية. إذن لنحسب المسافة البرتقالية، إذن هذه سوف تساوي الجذر التربيعي، المسافة البرتقالية ستكون الجذر التربيعي لي، وسنأخذ الفرق بين كل من هذه النقاط. إذن هذه A على 3 ناقص 0 الكل تربيع، إذن هذه ستساوي A تربيع على 9 زائد B على 3 ناقص 0 الكل تربيع يساوي B تربيع على 9 زائد C على 3 ناقص C الكل تربيع يساوي ناقص 2 على 3 C الكل تربيع. إذن سيكون لدينا بعد التربيع زائد 4 على 9 C تربيع. هل هذا صحيح؟ ثلث C ناقص 1 C يساوي ناقص 2 على 3 C، ونربعه فنحصل على 4 على 9 C تربيع. إذن هذه المسافة البرتقالية. الآن لنحسب، وإذا كنا نريد القيام بذلك فنحن في الحقيقة يمكننا أن نعبر عن ذلك بطريقة أبسط.
هذا نفس الشيء للجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع زائد 4C تربيع على الجذر التربيعي لتسعة ويساوي ثلاثة. الآن لنفعل نفس الشيء للمسافة الصفراء، وهذا سوف يساوي الجذر التربيعي ل إذا لدينا A على 2 ناقص A على 3، إذا نصف ناقص ثلث، وسيكون مثل 3 على 6 ناقص 2 على 6، إذا هو 1 على 6 A الكل تربيع، ويساوي A تربيع على 36، يساوي A تربيع على 36، B على 2 ناقص B على 3 يساوي B على 6، تقوم بتربيعه فتحصل على B تربيع على 36، ثم أخيرا صفر ناقص C على 3 الكل تربيع، وهذا سيكون C تربيع على 9، ولكن نريد أن يكون لدينا مقام مشترك، فتكون C تربيع على 9 هي نفسها زائد 4 C تربيع على 36، ويمكن أن نعيد كتابة هذا كالجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع زائد 4 C تربيع على 6، كل هذا على 6، فيمكنك أن ترى هذه المسافة هنا. إذا قمت بضرب هذه المسافة البرتقالية بنصف، إذا ضربت هذه المسافة البرتقالية بنصف ستحصل على، تقسمها على 2 أو تضربها بنصف، ستحصل على المسافة الصفراء. إذا هذا سيكون دائما ضعف المسافة هذه. إذا نحن نقوم بهذا في أكثر طريقة عامة ممكنة، نحن لا نفترض أي شيء عن هذا المثلث. إذا تذكر هذه الخاصية هنا، أن النقطة المركزية أو نقطة تقاطع المتوسطات هي أن التقاطع يحدث عند 2 على 3 على طول كل متوسط، أو يبعد مسافة 2 على 3 عن الرؤوس أو ثلث من طول المتوسط عن نقطة المنتصف للضلع المقابل. يمكننا أن نستخدم هذه الخاصية يمكن استخدامها في مجموعة من المسائل. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم هذا ممتعا.